السلام عليكم شباب بنات مصر الوطن العربي، معاكم محمود السرنكابي. والنهارده في حلقتنا هنتكلم عن المكملات الغذائيه الاساسيه اللي هتساعد اي حد مبتدئ في تضخيم العضلات. شباب كتير جدا دايما بيسالوا ايه هو افضل مكمل غذائي، طب ايه هو احسن مكمل غذائي، طب ايه هي المكملات الغذائيه اللي بتساعدنا في زياده الوزن، طب هل المكملات ليها اضرار ولا لا. كل دي اسئله هنجاوب عليها في حلقه النهارده، ومن قبل ما نشوف الحاجات دي مع بعض ونعرفهم انصحكم انكم تكملوا الفيديو للاخر، لانكم لو فوتوا نصيحه واحده او معلومه واحده مش هتعرفوا تطبقوا بقيه النصايح وبقيه المعلومات، لان كل معلومه وكل نصيحه والتانيه بيكملوا بعض. يلا بينا نعرف مع بعض اول سؤال. السؤال الاول واللي دايما بتسال من اي حد مبتدئ، ايه هو افضل مكمل غذائي؟ مفيش حاجه اسمها هو افضل مكمل غذائي، لان في فرق في تكوين المكمل نفسه وليكن مثلا البروتين. انت بتعمل سيرش في كل المنتجات الخاصه بالبروتين، بتشوف انت جسمك محتاج كميات قد ايه من البروتين، وبتشوف جسمك محتاج كميات قد ايه من السعرات الحراريه، وكمان بتشوف انت جسمك محتاج دهون ولا لا، وكل ده بيبقى مكتوب في وصف المكمل من ورا. السؤال الثاني واللي دايما بتسال، هي المكملات الغذائيه ليها اضرار او بتعمل عقم؟ لحد دلوقتي ما فيش دراسات او في ابحاث اثبتت ان المكملات الغذائيه بتعمل اضرار او بتعمل عقم على الجسم او على العضلات. وانا من وجهه نظري ان المكملات الغذائيه ملهاش علاقه باي حاجه من دول خالص، والموضوع باين من الاسم اللي هو المكمل. المكمل يعني بيكمل لك النقص اللي انت بتاكلش في الاكل بتاعك، وكمان بيسوت لك البروتين كان بالبروتينات القليله اللي انت بتاكلها من الاكل بتاعك، وكمان بيعوض لك النقص اللي انت بتاكلش في الاكلات بتاعتك زي السعرات الحراريه زي الفيتامينات زي البروتين طبعا. وكمان ولا نفترض مثلا في ناس لعيبه لياقه بدنيه او لعيبه كمال اجسام مطلوب منهم ان هم ياكلوا في حياتهم اليوميه يعني 5 أو 6 وجبات، وطبعا وقتهم الضيق للاسف ما بيسمحلهمش ان هم يهتموا ب5 أو 6 وجبات، فبيضطروا ان هم يستخدموا المكمل الغذائي. والتمر يا جماعه خالص هو ملوش اي ضرر، وعلى طمانتي ولو احتجتوا اي حاجه او لو عايزين تعرفوا هو المكمل الغذائي المناسب ليكم تقدروا تعلقوا كومنت تحت وهجاوب عليكم باقرب وقت. السؤال الثالث واللي دايما بيتسال، هو انا محتاج بروتين قد ايه في اليوم؟ السؤال ده مرتبط او معتمد على حسب وزنك، يعني كل كيلو من وزن جسمك بيحتاج 2 جرام بروتين. يعني ولو نفترض مثلا ان انت وزنك 50 كيلو، هتضرب 50 في 2 يبقى انت محتاج في اليوم 100 جرام بروتين. ولو نفترض مثلا ان انت وزنك 60 كيلو، هتضرب 60 في 2 يبقى انت محتاج 120 جرام بروتين في اليوم. السؤال الرابع واللي دايما بيتسال من اي حد بيعاني من مشكله النحافه او بيعاني من مشكله نقصان وزنه وحابب ان هو يزود وزنه، انا دايما بنصح اي حد بيسالني السؤال ده ان هو يستخدم مكمل واحد من الاربع مكملات اللي انا هقولهم دلوقتي. واول مكمل هو الماس فريك، وتاني مكمل ابيور ماس، وتالت مكمل ماس كينر، ورابع مكمل ماس فريك. انصحك انك تستخدم واحد من الاربع مكملات اللي انا قلت عليهم دول، لان هم بيساعدوك على انك توصل للوزن المثالي، وبتوصل على انك تزيد وزنك بشكل اسرع وباقرب وقت. السؤال الخامس والاخير، لو انا في فتره تنشيف او لو انا بخسس من وزني استخدم انهي مكمل؟ هو مفيش غير 3 مكملات ثابتين واساسيين دايما لاي حد في فتره التنشيف او لاي حد بيعمل على انقاص الوزن. انصحك انك تستخدم واحد من الثلاثه اللي انا هقول لك عليهم دول. اول مكمل وهو واي بروتين كولد ستاندرد، المكمل الثاني ايسو 100، والمكمل الثالث واي بروتين ايسوليت. وبكده بقى انا جاوبت على اكتر اسئله دايما بتسال من اي حد مبتدئ عن المكملات الغذائيه. وطبعا انتوا لو عندكم اي سؤال او اي استفسار علقوا في كومنت تحت وهجاوب عليكم باقرب وقت. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا النهارده، وزي ما احنا متعودين دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت يعلق في كومنت تحت، او تقدروا تتواصلوا معايا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب فيسبوك تويتر انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه عشان يوصلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. واتمنى انكم تدعموني وتتفاعلوا معايا، عشان بفضلكم بعد فتره ربنا هوصل لحلمي. السلام عليكم.